مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في هذا البث مباشر المؤلم من مدينة الدار البيضاء. معنا الابن أيوب ابن حاج قيس، أقدم كاتب إداري في فريق الرجاء الرياضي. أيوب خويا، بارك في راسك. مشى معك بخير، الله يصبرك خويا. أمين. أيوب، عاود لينا على حاج قيس. واش نقول لك، الحاج قيس ذاكبة المدن، معروف في الصعيد الوطني، كاع الفراقي الحمد لله كيعرفوه، عنده أصدقاء في المدن كاملة ديال المغرب، فين ما مشيتي تسول يقول لك الحاج قيس. هو نورمالمون سميتو أمداح مصطفى، ولكن هاد الكنية كانت قيس شحال هادي عاد باش بدلها. دابا هو معروف في الأوساط الرياضية بالحاج قيس، اللي دوي شي مالها الحاج قيس يقول لك أنا كنعرفو. والحمد لله راه دابا إلا شي فراجة دابا راه تقريبا من السبعينات إلى يومنا هذا، راه الوحيد اللي خدم فراجة ومعمو خرج منها. راه جا رئيس مشى، جا مكتب مشى، جاو لعابة مشاو، ولا ديك اللعابة راه صلاح الدين بصير داز عنده. شحال من لاعب أنا نقول لك صلاح الدين بصير داز عنده في ليكيب إسبوار، وانتوما شوفوا صلاح الدين بصير لعب في كوب دي موند ديال 98، حنا دابا في 2024. وإلا تخيلتي صلاح الدين، الحاج صلاح داز في الجنيور، وشوف لي راه لائحة طويلة، لائحة طويلة. ومنهم هادو دابا اللي كاينين دابا، ني زريدة تزرهوني دابا كاملين، سعيد فتاح متولي، غنجبد القائمة طويلة. حاج قيس دوز بزاف لي جينيراسيون. وقبيلا كنا كنهضروا وبورشيني بواحد الكلام كشي قلتي ليا، بان هاد العام نورمالمون كندي سليم دي خرج من الراجل. كان الحمد لله، كان هو قال لهم ان شاء الله في المؤسس كان باغي يسالي صافي، قال لي غادي يسالي وباغي يمشي يشوف بنته برا وغادي صافا ويرتاح مع راسو. وحنا قلنا ليه جلس وما بغاش. وهاد الايام هادي اش نقول لك، كيمشي تقريبا دابا شي شهر ونص ولا شهرين باش ما مشى، ما بقاش كيمشي للتيران، ولكن قبل منا كيمشي كيدوز الويكاند دي بلاسمون، هو في برشيد، هو في مراكش، هو في الصخور السوداء، هو هنا، وكيجي للدار كيما اثنين وثلاث ولابع كيفاش حتى الخميس، ونهار السبت عنده دي بلاسمون. وهو والو فاجا كيقول لك ما تفاق عليا على الموت. والحمد لله راه مشى شهيد، ودعيو معاه بالمغفره. الله يرحمه يا رب. ايوب، كي كانت علاقتك انت بالاب؟ عاودتي الوالد، ما لا اله الا الله، الوالد ما يمكنش، اش نقول لك، هو الدنيا وزيدوا على الوالده. والحمد لله اخويا، الحمد لله. ما عرفتي البارح ما نكذبش عليك، الا كثر من شي 80 ابيل اللي كيعيط لك يقول لك خويا هذاك با، واخر واحد هو اللاعب ابو شهوان مسكين، عيط لي البارح بالليل قال لي هذاك الوالد، هذاك ولي رباني انا تبوش، قال لي والله يجي هذاك الوالد. والحمد لله راه كاع اللعابه قلت لك باش من امومان طارق بيزقي وغادي، راه لائحه طويله، سامي تجدين. انا دابا جبت لك ايام التسعينات، ايام طراجه كان الجيل ديال الكوب دي موند، ديال نبيل مسلوب، نبيل مسلوب كلهم، زكريا، ميكي، حضري، كشكوشه، كل شيء هادو دازوا الحمد لله. الله يرحمه يا ربي. امين امين امين. انا صحيا اخويا، واخر مره كان عنده واحد الشامبينيون في حلقه، هو اللي اثر عليه بزاف، ولات الماكله ما كدوش ليه مورا لوبيراسيون. الدهوات الحاله ديالو وهي منين دار ديك لوبيراسيون صافي ولا مزيان، ولكن من بعد داك الشيمي هو اللي قتلو بزاف، وحاولنا معاه ولكن الغالب الله بغى الله ودا الله، انا لله وانا اليه راجعون. كنعرفوا بان الاب هو الظهر، الاب هو السند، الاب هو كل شيء. خصنا كنعرفوا بان علاقتكم نتوما كانت طيبه معاه، وزرع فيكم الحب تبارك الله ما شاء الله، انت تبارك الله لا ما شاء الله راك تشوف قدامي، خلاك راجل. الحمد لله الحمد لله الحمد لله, الحمد لله. الحمد لله. وقف معنا توصلنا وما عمرنا ننساو خيره، والله يولي برحمه الله. والحمد لله بوقف مع بزاف ديال الشبان، راه ماشي معايا انا كولو، ولكن هو كيقول لك عندي ولاد بزاف، حيت الدراري كاملين اللي عنده في الفاقه راه كلهم كيوقف معاهم. اللي بغى الحاج قيس، الحاج قيس، الحاج قيس. وراه كنقول لك هو راه مريض، اثنين ثلاث لعب على الخميس ونهار السبت هو دي بلاسمون.
واش نقول لك دايما بالمغفره حيت كنعرفوا بان ما كنسامحش الشباب كنعرفوا بان الغيره كاش كتضربوا على 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 فريق الرجاء الرياضي وكنعرفوا بانه في عز الازمه بان كانت الازمه وسط الفريق وما بقاش على النادي وما بقاش على اللعابه وكان ديما واقف معهم جنبهم واش حضرنا ليه حنا زعما كاين راه شفناه اليوم الوليدات هذوك اللي كيكوف معاهم تواصلوا معاكم عزوكم وسوكم الحمد لله عيطون ماشي لعابه كاملين ولكن الحمد لله كيعيط من بعد رؤساء انا نذكر رؤساء كاملين عيطوا عيط سي انيس البارح عيط سي حسبان عيط سي حنات عيط سي دحنان عيط المهم عيطوا سي بودريقه مسكين مريض ندعيو ليه بالشفاء حتى هو اما حتى هو مسكين راه يعيط ما اتصلش بينا البارح ولكن الله يتجاوز عليه حتى هو مسكين الله يشافيه السي طنطاوي السي خالد بزاف بزاف الاسماء وعاد باش الناس ديال الماء هو كان كمفتي الشغل الناس اللي في المدير كانت عنده واحد طيبه واحد علاقه طيبه مع جميع الناس انا كنقول لك خويا الحاج قيس معروف على الصعيد الوطني المغرب كامل ماشي كازا حيت هو كخدمه ديالو كانه كان مفتش الشغل كان انسبكتور طرافاي في حي محمدي في المدينه في المعارف كنعرفو بزاف المعارف في المدينه دوز كلشي الناس ديال بوسكوفا كيعرفوه الناس ديال سيدي معروف كيعرفوه فين ما طحتي تقول لهم الحاج قيس يجي يحل لك المشكل التليفون يحل لك البروبليم فين ما كنتي يا لعاب يا واحد عادي وعزيز عليه الناس والجامع الحمد لله هنا في الجامع ديال القرعاني المسجد اللي حدانا ديما بلاصو هو في الصفوف الاولى ما كيحيدش في رمضان ماشي في رمضان في هاد الايام هذه تقريبا دابا حتى في رمضان انا اسمعني قاطعتك انا كنت كنصلي في رمضان كنصلي هنايا ديما هو ديما كنلقى ديما في الصفوف الاولى وفطور ما كيكملوش كيفطاو كينوض يجري كيقول لك نمشي نشد بلاصي هو الاول وهاد الايام الاخر هو مريض كيهز الطوموبيل الصباح كيمشي للفجر وكنقولوا ليه سي الحاج دابا ضرب شي واحد في الطريق كيقول لك لا نمشي وكيمشي هو ما قاش تخيل معايا السيد ما كياكلش وما كيتمشاش وكيسوق الطوموبيل كيمشي بها الجامع وكيشي ونطلبوا ليه المغفره الله يرحمه ويا ربي يتجاوز عليه ونسالكم الدعاء الله يرحمه والله يصبركم اخو ايوب ويصبر المهم ما تكون صابره وخوته هما تعزينا أخو أيوب وعزاؤنا واحد لنا كنا فقدنا شخص اللي ذو أخلاق طيبة وكيوقف معاه كل شيء إلى هنا متابعينا الكرام كنخليكم على ما نتلاقى بكم بث مباشر آخر إن شاء الله.